ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور. يقوم فريق رحمة في الداخل السوري بتقديم الأقمشة المقدمة من دولة السويد لمشغل في مشغل الخياطة في ريف إدلب الغربي. هذا المشروع مخيم صلاح الدين هدفه الأساسي وتعليم الصبايا والبنات للخياطة والصوف. ونشكر جمعية الرحمة اللي قدمت هالقماش هذا، الله يجزيهم الخير. سعادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير.